سيسي، مساء الفل معانا. مساء القمر والجميل. انت اعلنتي من كام يوم انك حامل على الريد كاربت؟ صح، تمام. قولي لنا جات لك الفكره ازاي؟ لا، ما جاتليش الفكره، هو انا كنت مستنيه يجي يوصل وعشان اعلن، فهو اتاخر، كان بقاله كذا يوم كل يوم ياجل الميعاد ياجل الميعاد عشان الشغل، فانا قلت بقى اللي جايبه دريسز بتاعه حمل، فيعني لازم البسها، فقلت تلحق تلبسها قبل ما اضحك عليها. فحبيت ان انا اقول للكاميرا. تاخيرك ضيع عليك المفاجاه. وانا اتفاجئت، مش فارقه، انا اتفاجئت برضه، اتفاجئت، شفت الفيديو وقعدت اتفاجئت. طب ممكن تقولي لي اكتر حاجه بتحبيها فيه؟ هو شبهي، احنا شبه بعض جدا، احنا نفس البرج، بنحب نفس الحاجات، بنتفرج على نفس الحاجات، بنحب قعده البيت، بنحب الموفيز، يعني حاجات كتير احنا شبه بعض. طب ايه اكتر حاجه هبه بتعملها وبتستفزك فيها؟ الجاكيت ده. لا حلو طبعا، ما هو مستفزيت. طب ايه استفزك فيها؟ لا بس مش عارفه بصراحه، يعني انا شويه انا طيبه، فما بركزش قوي في الحاجات اللي يعني اللي انا افتكر او ايه الحاجه اللي بتضايقني او بتنرفزني منه. طب ايه اللي هيبسط هبه اكتر، انك تجيب لها خاتم دايموند ولا حله محشي؟ ورد. والله ورد. بحب الورد. ممكن تلاقيها بورده واحده، حتى مش لازم ورد كتير، هي ورده واحده كفايه. طلعتي جبت بقى اي ورده وجيت هتتبسط برضه. سهله. ممكن تمسك لنا ايديها وتورينا الاوتفيت بتاعها ريد كاربت عشان ما تبقاش لوحدها؟